سنة طفلة حرمتها الأقدار طفولتها وهي في الثالثة من العمر، فهي هنا ما بين النار والدخان لا تلهو كما قد يعتقد البعض، فمثلها لا يعرف معنى اللعب واللهو منذ أن جاء إلى هذه الدنيا، لكنها حين اشتد بها الجوع وجف الحليب حاولت أن تطبخ لنفسها ما تأكله، فأسرتها لا تملك من المال ما يكفي لإطعام أطفالها العشرة وشراء الحليب لسناء أو لإدريس ابن الشهور الستة والمولود في هذا الفصل الدراسي الذي تتقاسمه أسرته مع أسرة أخرى بالتساوي، كما تقاسم الفقر والتشرد، البرد والجوع داخل هذه المدرسة التي تحولت من دار للعلم إلى ملجأ لنازحي محافظة أبين جنوب اليمن بعد أن فقدوا الدار والمال وقذفت بهم عواصف الفقر العاتية خارج دائرة الزمان والمكان، لا يملكون من دنياهم سوى الحرمان. محتاجين إلى سكن، تمام، ومحتاجين إلى صبار، إلى حاجات مواد غذائية، مواد سامان، يعني فرشان، حاجات، يعني كل الأشياء نحتاجها. كم عددكم في الفصل هذا؟ في الفصل هذا أنا وأسرتي 10 نفر، تمام، والجنب الثاني 8 أسرة ثانية. أيوة. معاناة نازحي أبين خارج المدرسة الملجأ تفوق بكثير من بداخلها، فهذا المخنوق ما بين دمعه وفقره يدعى عوض سالم، تكلبت عليه هموم الزمان وتقصدته مصائب الدهر، مصائب لا تبدأ بمرضه وحاجته إلى أكثر من عملية جراحية. أحتاج عملية الآن للأعصاب. طيب العملية للأعصاب دي محتاجة نفقات. منين؟ أنا موظف، الراتب اللي استلمه يأكله إيجار البيت. ولا تنتهي عند عدم قدرته على توفير القوت الضروري لأولاده الستة. أوضاع المعيشية عندنا يعني مش مستوى الفقر، دون ما دون مستوى الفقر. أنت تخيل أنت أسرة مكونة، بس أنا بعطيك مثال، أسرة زي أسرتي مكونة من أب وأم وخمسة أولاد أطفال. طيب المعونة اللي تأتي ويصرف لنا، تصرف لك 10 كيلو أرز، 10 كيلو سكر، 4 لتر زيت، دي تكفي أسرة 30 يوم. عوض ملزم أيضا بعلاج أم زوجته المصابة بالشلل التام ودفع إيجار هاتين الغرفتين اللتين تقاسم العيش فيهما مع أخت زوجته وزوجها الضرير، وهو حمل قسم ظهره وأجبره على طلب العون ممن يرى أنهم أهل لذلك. أمير قطر وشعب قطر نحن متوقعين منهم كل خير، لأنه ما يجي الخير إلا من أهل الخير. هذه حالة عوض، ضيق في المسكن والرزق، وسعة في الفقر والمرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. عظم الخطب وبات نازح أبين ما بين التشرد والمرض، طعامهم الفقر وغطاؤهم الخوف، فخلف هذه الجدران المتهالكة 6 أسر أوشكت على الهلاك، فليس فيهم من هو إلى العافية بقريب. هجرتهم الصحة وألزمهم الفقر عدم القدرة على استرداد ولو جزءا منها. إنها مأساة لو أحس بها الحجر لم فجر حزنا وألم، فكيف بالبشر حين ينظر بعين قلبه ودينه إلى هذه الأجساد الآدمية الملقاة على ناصية مرض أحكم حصاره عليهم واستوطن أجسادهم ولم يستثني منهم أحدا؟ لا سكن زي الناس معنا، ولا قذاء زي الناس، ولا والأمراض ما شاء الله، يعني معنا هنا الآن نحن 5 أمراض، يعني 2 فشل كلوي، 1 معاق شلل نصفي، 1 عنده القلب، 1 كبير في السن. ما قاله عبد الله محمد هو جزء من معاناتهم، وما أخفاه تعففا فضحت عيناه ووشت به نبرات صوته الباكية، وجسده لا إراديا صالح حسين حين تحدثت دموعه قبل حديثه عن قصة مشرد العراء مأواه وأسرته والفشل الكلوي رفيق ليله ونهاره. يا أخواني يا أصحاب الخير في قطر، أرجوكم التعاون معنا في كل المتطلبات من مواد غذائية، دواء
فرشان أي حاجة محتاجة الإنسان. وهكذا كلما زرنا كوخ نازح وجدنا فيه من المعاناة ما يزرع في الصدور أحزانا لا تندثر مع التقادم بل تتضاعف مع كل حالة ترصدها عدسة تلفزيون دولة قطر كحالة أبي محمد التي نختتم بها هذا التقرير. فهذا النازح أب لثلاثة أولاد وبنت جميعهم مصاب بمرض تشنجات الأعصاب الذي يمنعهم عن الحركة ويدفعهم في أحيان كثيرة إلى أن يقوموا بأكل أطرافهم. ناهيك عن إعاقة الأب الغير قادر على توفير العلاج لأطفاله أو حتى رعايتهم وتوفير الطعام والشراب. لن نطيل، الصورة وحديث الأب يكفي للغوص في أعماق هذه المأساة. أنا قد كنت شغال عليهم، أنا الوحيد المعتل عليهم، وما بعد ما عوقني أنا ما عاد حد تصرف عليهم. قلت أنا تعال الله متعوق عندهم. الآن أنا معي راتبي بس 40,000 30,000 في هالإيجار، تبغالي 10؟ هذا لا، محتاجين أول رعاية زي الأكل، حفاظات شهريا يعني يشتوا كل واحد يشيل حفاظة 3,000 الواحد، كذلك بعين يشتوا لهم ملابس يشتوا لهم كل ما يرض واحد. أنا ما عندي قدرة، وأنا بنعم محتاج العملية، ما عندي حتى أخر عملية يشتوا يخرج الحديد. ختاما، هذه الحالات هي عينات للآلاف من الفقراء والمحتاجين في اليمن الذين تسلحوا بالصبر على حاجة لا تجد من العون إلا القليل. ولذلك فما قامت به جمعية قطر الخيرية من توزيع للمواد الغذائية أعاد إلى هؤلاء الفقراء الثقة بأهل الخير، لكنهم ينتظرون الكثير والكثير من أصحاب القلوب الرحيمة. جميل عز الدين، تلفزيون دولة قطر، محافظة عدن، اليمن.